قد ينتاب الفرد في بعض الأحيان شعور تجاه نجاح شخص آخر قد يكون صديق أو قريب، وهذا الشعور هو أمر فطري عند كلا الجنسين. وبحسب ما أثبتته نتائج الدراسات العلمية أن هذا الشعور قد يكون أكثر قوة وأسرع انتشار ما بين النساء خصوصا الفتيات، وقد تصل شدة هذا الموضوع لدى البعض إلى درجة الحسد وتمني زوال نعمة الغير. إذن نحن نتحدث عن شعور الغيرة التي تحدث نتيجة إحساس بتهديد حقيقي أو وهمي من دخول شخص ثالث للعلاقة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. هواية تتكرر بحياتنا اليومية، حالات وتصرفات وانفعالات تصدر من بعض البنات بالوقت اللي تحس به بالغيرة، والغيرة هنا تتجسد بنظرات أحياناً وأحياناً بكلمات تنتقص أو تقلل من حجم أهمية الشخصية المنتقدة أو إنجازاتها بالعمل أو الحياة، مثلاً الغيرة من تفوق زميلة بالدراسة أو الغيرة من خطوبة صديقة تعرفها. المشكلة هنا أنه الغيرة عند البنات والنساء بشكل عام تنمو من الصغر وما إلها مرحلة عمرية محددة، يعني باختصار يجوز تكبر ويا العمر متصغر. والدليل على كلامنا غيرة بعض الأمهات من زوجة الابن مثلا، أو ما نسميها بالعامية غيرة العمة من التشنة. اقتحمت الغيرة اليوم العالم الافتراضي أيضا، فنشوفها ونشخصها بالسوشيال ميديا ومواقع الفيسبوك اللي مهووس بيها ملايين الشباب والبنات من العراقيين. مثلا الغيرة من زوجة أو بنت نزلت صورة مع زوجها، أو غيرة من صديقة شاركت صورة مع صديقاته وهي بالمول، أو ربما غيرة من صورة جابت لايكات هواية. وبالنهاية أكو مثل عراقي يقول لو ما الغيرة ما كان حبلة ال... وانتو كملوها. إذن مشاهدينا لتسلط الضوء أكثر وأكيد لمناقشة هذا الموضوع نروح إلى أصحاب الاختصاص حتى نشوف شنو أسبابه ومسبباته. وتنضم لنا عبر الأقمار الصناعية الأخصائية النفسية والباحثة الاجتماعية دكتور نيران يوسف. مرحبا دكتور وصباح الخير. وشنو الغيرة؟ صباح الأنوار وصباح الخير على كل مشاهدينا الكرام وعلى حضراتكم، وإن شاء الله يا ربي صباح خالي من كل غيرة إن شاء الله. وطبعا هي الغيرة يعني بها سلب وبها إيجابي وبها طبيعية وبها غير طبيعية، فراح أعرف التعريف مبسط جدا للغيرة ما هي الغيرة. طبعا هي عبارة عن انفعال مركب، الانفعال مركب بين يعني بين الغضب وبين ايضا تمني زوال النعمه في بعض الاحيان نتيجه لتحقيق اهداف الاخرين واللي يصعب على الشخص الغيور تحقيقها. نتيجه لعدم تحقيق هذه الاهداف تحصل عندنا الغيره وحب التملك في بعض الاحيان، واللي ينتابنا بها نوع من التوترات النفسيه وعدم الموازنه، كان تكون الغضب، التوتر، القلق المستمر اللي يواكب يعني الشخصية باستمرار، فهذا يولد عندي هذه الحالة الانفعالية. طبعا على فكرة يعني احنا من نتكلم على الغضب يعني يمكن أنا راح أكسر شوية نوعا ما وأحاول يعني أوضح أنه هنالك يعني غيرة، عفوا غيرة طبيعية وهنالك غيرة غير طبيعية. طبعا قليلها مفيد الغيرة وكثرها مضر، فقليلها كيف راح يكون مفيد؟ طبعا على فكرة الغيرة قبل هي ما ندخل دكتورة عمر تمر عند الإنسان. عفوا نعم. المقاطعة يعني قبل ما ندخل بأنواع نعم. الغيرة وقليلها وكثيرها، أتصور أكو فرق نعم. ما بين غيرة على العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة وغيرة نعم. بها مثلا تمني زوال النعمة لآخر شك. منافس يعني هناك نعم. ربما غيرة نعم. تنافسية نعم. أو نعم. غيرة حب التملك. أحسنت نعم 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 فعلا فعلا طبعا توصيف جدا دقيق يعني أحسنت على هذا التوصيف. فعلا هنالك غيرة تنبع من يعني طبعا يعني أقتدي بشيء مميز أو أحاول أكون مثله، كالغيرة في البيئة التعليمية دائما أبحث عن التميز، أبحث عن الكمال، هذا حق مشروع على فكرة نعم. وبالعكس أعتبره يعني دافع للإنجاز، يعني الطلاب فيما بينهم من تصبح عندي نوع من الغيرة أنه هذا حصل على درجة أنا أريد أكون مثله، أعتبرها هذه يعني غيرة بالعكس يعني تدفع الشخص
إلى أن يكون مبدع، أنه يكون مميز، يحصل على علامات مميزة، فهذا جانب إيجابي. لكن المشكلة وين عندي تكمن؟ عندما تكون غيرة يعني تستند على أساس الحسد وتمني زوال النعمة، هنا المشكلة. يعني طبعا المشكلة تكمن في هذا الوصف حقيقة، يعني اللي احنا نقول كثيرها وليس قليلها. يعني مثل ما نوهت أنه الغيرة ما تقف عند بيئة محددة، قد تكون في بيئة العمل، قد تكون بالحياة الزوجية، قد تكون في مجال الدراسة وهكذا. لكن يعني أحب أنوه، أنا يعني خيط رفيع يفصل ما بين الغيرة اللي هي مبنية على أساس أنه أنا أقتدي بالآخر، أنه أنا أكون مثله لا بأس مثله، وتدفعني إلى الإنجاز وتحقيق أهدافي، وهذا بالعكس بها جانب إيجابي إلى الشخص. نعم. وبين الغيرة المبنية على أساس الحقد والحسد وتمني زوال النعمة، هي هاي المشكلة اللي حاليا ظاهرة على السطح في الآونة الأخيرة. نعم دكتورة نيران، طبعا أحييك وصباح نعم. الخير مرة ثانية. دكتور نيران، احنا متهمين ومتهمات النساء، متهمات بأنه لربما نعم. عندنا غيرة مفرطة في التعامل مع الرجل نعم. أو هذه العاطفة، يعني يمكن الغيرة الخاصة نعم. بالعاطفة حتتبع أو تتبع النساء، لكن غيرة العمل يمكن حتكون من جانب الرجال. شنو تعريفك لهذا الموضوع؟ طبعا يعني فعلا يعني هناك غيرة في مجال العمل. طبعا الغيرة إذا كما نوهت، إذا كانت غيرة من أجل أنه أنا أقتدي بشخص، أنه أنا أكون يعني أحاول أنه أدخل في منافسة شريفة مع هذا الشخص، لا بأس بها. لكن عندي الغيرة المبنية على أساس الوشاية والحقد والغيرة، وحتى أبطال الأعمال، يعني العمل أنا أحاول أفنده، دائما أبخس حق المقابل، دائما يعني أبث عليه الدعايات، وهذه للأسف موجودة في مجال العمل حقيقة. يعني مو ليس فقط بين النساء، قد تكون في بعض الأحيان حتى بين الرجال والنساء. نعم. والدليل على كلامي يعني طبعا يعني في بعض الأحيان خاصة المرأة، البعض أنا ما أريد أعمم، يعني البعض عندما يعني يشاهد أنه مرأة بدأت بالصعود في مجال العمل أو يعني أخذت مكانة مرموقة في مجال عملها، هنالك بعض الرجال قد ينزعج من هذه الحالة نتيجة البيئة الذكورية اللي عايش بها، نتيجة القوام اللي يملكها هذا الرجل، فدائما يشعر أنه هذه المرأة سوف تكون صاحبة السلطة أو صاحبة السطوة على الرجل. هذا نتيجة التنشئة، نتيجة بيئته، نتيجة الـ يعني الأفكار اللي انبنت عنده، يرفضها جملة وتفصيلا، فتبدي مسألة يعني حتى عدم التعاون. طبعا أنا عندي البعض، لكن بالمقابل عندي فئة أخرى كرجال دائما يكون داعم ومساند للمرأة من أجل أن تصل جدا. إلى مكانات جدا مرموقة. حلو جدا. نعم. نرجع إلى سؤالنا الأساسي اللي يعني بنينا الموضوع عليه، الغيرة هل هي يعني شعور مكتسب يعني أم فطري؟ على فكرة لا، ليس فطري بقدر ما طبعا هي يعني تعتمد على التنشئة الاجتماعية بالدرجة الأولى. الشخص الغيور، يعني لو نجي نفسر هذا، كيف هذا أصبح عندي شخص غيور؟ رغم طبعا هي المراحل العمرية متباينة، يعني كل غيرة في مرحلة عمرية لها خصوصيتها، وأيضا البيئات متباينة، لكن تبقى شيء مشترك واحد، أنه التنشئة الاجتماعية والبيئة التي تلقاها الشخص منذ نعومة أظافره، منذ يعني طفولته المبكرة، تلعب دور في هكذا أمور. يعني الأقصد في كلامي أو مغزى كلامي أنه التنشئة الاجتماعية اللي يتلقاها هذا الشخص الغيور من قبل الوالدين، سواء بالتدليل الزائد أو بالإهمال الزائد، في كل الحالتين تعطيني شخصية غيورة، شخصية أنانية، شخصية لديها حب للذات ولا تحب التعاون مع الآخرين. يعني الجينات الوراثية إذن هي مكتسبة، راح نقول نعم. يعني نعم. مثلا الجينات الوراثية ما لها نعم. علاقة، مو احنا مثلا عندنا اطفال نشوف واحد متعاون نعم. جدا، من بعده طفل متعاون جدا ويشارك الجميع نعم. وكذا، والثاني اناني. يعني يعني ما اعرف، بس تسمح لي يعني خلي اوضحها. طبعا الغيره في مرحله الطفوله، في طفوله مبكره، تعتبر جدا طبيعيه، حب تملك هذا الطفل لحنان امه، لحب امه، لجذب امه، جدا طبيعيه هذه. بس تقول لي كجينات وراثيه، لحد هذه اللحظه لم تكن هنالك دراسه اوضحت ان الجينات الوراثيه يعني تحمل لنا يعني هذه الجينات الغيره كباقي يعني الكروموسومات اللي نحملها. تعتمد على
الأنشئة الاجتماعية بالدرجة الأولى والبيئة التي يعيش فيها الطفل وكيفية تلقي التربية من قبل الآخر. طبعا راح يعني يكون جوابنا جدا دقيق على سؤال حضرتك أنه طفل نشوفه متعاون ما عنده غيرة، وطفل أيضا داخل نفس البيئة. التربية يعني تفرق من شخص إلى آخر، يعني إحنا الشخص الوحيد داخل بيئة وحدة تربيته يمكن تتميز عنه، والشخص اللي الذكر داخل إناث تربيته تفرق عن يعني التباين داخل البيئة الواحدة أيضا في التربية متباين. الطفل الأول تربيته تفرق عن الطفل الثاني في تلقي، فهذا أيضا يعطيني انعكاسات. يعني إحنا دائما الشخص الأول يعني الطفل الأول المولود داخل العائلة نشوف ينتابه نوعا ما نوع الأنانية، نوع حب التملك. ليش؟ لأن يعني نشأ في بداية تكوينه داخل أسرة وهو الأوحد. طبعا هو كثير من العلماء النفس اللي أشاروا إلها، عندنا العالم أدلر أعطى خصوصية للتسلسل الولادي للشخص داخل الأسرة، فهذا التسلسل الولادي أيضا يلعب دور في تلقي التنشئة. فنشاهد على سبيل المثال كما ذكرت أنه الطفل الأول قد تنتابه نوع من الأنانية مقارنة بالطفل الثاني. إذا علماء النفس وقفوا عند هذه الحالة، التسلسل الولادي داخل العائلة الوحدة أيضا يلعب دور في تلقي التنشئة الاجتماعية وظهور بشخصية قد تكون شخصية أنانية، شخصية حسودة أو شخصية غير أنانية. نعم. طيب دكتورة، متى تكون الغيرة لربما تشكل خطر على المجتمع أو على الأسرة بحد ذاتها؟ يعني لربما احنا نشوف بالمسلسلات بالأفلام غيرة مرأة أو غيرة رجل قد يضطر أو تدفع إلى لربما ارتكاب جريمة معينة، فمتى أحسنتي. نوصل أو يصل الشخص إلى هذه المرحلة؟ نعم أحسنتم، سؤال جدا ذكي. عندما تصبح الغيرة مرضية اللي هي يعني تنتابة بعض الشك المستمر، وعندما تصبح الغيرة هنا غيرة سمة في الشخصية وليس حالة تزول بزوال المؤثر. كيف هذه؟ يعني على سبيل المثال هو طفولته ومراهقته وشبابه إلى أن وصل إلى مراحل متقدمة من عمره هو يملك هذه الخاصية أو هذه السمة، فاعتبر السمة ملازمة لشخصيته. وعندما تكون مرضية يعني تحصل لديه نتيجة أوهام، يعني لديه غيرة لديه شك. طبعا الغيرة يقودني إلى الشك والشك يقودني إلى الأوهام. إذا عندما تعتبر الغيرة هنا غيرة سمة ملازمة لشخصية الشخص وأصبحت غيرة مرضية، يعني بما معنى أنه هو يتخيل مواقف معينة، يتوهم في مواقف معينة، وكما ذكرتي قد تصل هذا التوهم في بعض الأحيان يعني يتوهم أمور أو مواقف معينة تصل إلى حد القتل عند هذا الشخص المريض بمرض الغيرة. الله يبعدنا دكتور عن يعني الله هذا المرض ويجمع او يعني يمنع عن الجميع. عندنا حقيقه مداخله يعني عطفا على كلام حضرتك والنقاش اللي صار بيناتنا عن الوراثه. احدى الاخوات تقول بنت اخويا طبعا الله يحفظها وارثه الغيره على ابوها من امها، وحق ربك سانطان اخويا موتاته موت. يعني بدنا نحكي عن غيره يعني البنت على ابوها وكأنه هي ورثتها من الأم. أحسنت. نعم لا ليس ورثتها من الأم. طبعا علماء النفس يعني كانوا يعني احنا كمجتمع هالشكل نفسر الأمور، يعني مو اختصاص فبالتالي لا بس تسمح لي. اي نعم فعلا يقول لك هاي قامت البنت تغار من امها على ابوها فعلا. يعني مدرسه التحليل النفسي اللي هو مؤسسها سيجموند فرويد كانت له وقفه في هذه المساله اللي هي سميت بعقده اليكترا وعقده اوديب، ويقصد هنا بعقده اليكترا وعقده اوديب اللي هي التناقض. يعني الابن دائما يحب ويعشق امه وفق يعني النظريه اللي فسرت لنا هذا المردود. والبنت تكون اكثر انجذاب على الاب ودائما تكون غيوره ولا تسمح بالام بالتقرب من ابيها، والعكس صحيح. فسميت بعقده اليكترا وعقده اوديب اللي كانت لهم وقفه حقيقيه، يعني هنالك تنظير كامل بهذا الامر بخصوص هذه العقد النفسيه اللي يعملها الطفل منذ الوهله الاولى اتجاه الجنس المغاير سواء الام او الاب. طيب شلون نعالج هاي المساله؟
على فكرة طبعا هي الزول، يعني فترة المراهقة دائما الجنس المغاير يميل، يعني البنت تميل لأبوها وتكون حبيبة أبوها ومقربة لأبوها طبعا وفق نظرية التحليل النفسي اللي هي عقدة أليكترا وعقدة أوديب. وأيضا بالعكس أنه الابن أو الذكر دائما يميل لأمه ويكون أقرب إلى أمه. طبعا هذه في مراحل طفولة مبكرة، لكن بعد أن يدخل في مراحل متوسطة ومتأخرة إلى أن يصل إلى تبدأ تزول شيئا فشيء. لكن بطبيعة الحال يعني بطبيعة الطبيعة البيولوجية اللي خلقها الإنسان دائما، يعني سبحان الله في كل شيء دائما فعلا البنت تكون مقربة إلى أبيها والابن يكون مقرب. هو اللي النظرية اللي وصفها عندنا سيجموند فرويد اللي قال هو التغاير في الجنس يكون أكثر انجذابا، لكن هذه تبدأ بالزوال شيء فشيء عندما يبدأ هذا الطفل نوعا ما يبدأ بالتفريق أو التمييز أو نوعا ما يصل إلى يعني يتجاوز هذه المراحل اللي هي مبكرة، يعني عند كل شيء مبهم، مجرد أني أتعلق بوالدي، والدي صار إلي أو هو حبيبي، الأب اللي هو مقرب إلى البنت، والبنت يعني تكون العفو البنت مقربة إلى الأب والابن مقرب إلى أمه. فهذه تبدأ بالزوال شيئا فشيء عندما يبدأ الطفل بتمييز الأمور، يعني هي الأمور مخالطة عند مجرد أني أكسب حب وحنان، ويعني إحنا حب التملك إحنا نقولها دائما هو شيء طبيعي عند الطفل، فحب التملك اتجاه الآخر هو اللي يستحوذ على هذا الأمر، لكن عندما يبدأ بالنضوج نوعا شيئا فشيء يبدأ يعني تمييز الأمور، وأيضا نتيجة ما يتلقاه، يعني كيف إحنا الأم من تشعر أنه بنتها قريبة للأب انه هي ابوها جدا عزيز ومقرب لها، وحتى ما تسمح للام انه تتقرب او تتكلم معها، طبعا والعكس صحيح، يعني هي لا باس انه لا تشاكس الاميه بتها حتى لا يعني دائما تتمسك بحب التملك لهذا الشيء او بهذا القرار، دائما شيء فشيء تبدي توضح للامور انه طبعا. والبنت نتيجه التنشئه تتلقاها داخل الاسره او الابن يبدا يبدا خلط الامور اللي كان عنده وحب التملك يبدا، وخاصه بعد ان يدخل مراحل الابتدائيه يبدا يفرزن هذه الامور، وحب التملك يبدا نوعا ما يتلاشى عند هذا الطفل ويرجع يعني انسان جدا طبيعي. نعم حلو دكتوره، يعني يمكن حنرجع نناقش هذا الموضوع. نعم. موضوع التلميح ايضا، يعني ايش قد له دور انه الام. نعم. والاب عندما يلمح لي شيء ويخلق هذا الشيء في الطفل، والطفل هو بدا يتصرف. نعم. بفطريه بهذا الموضوع، لكن قبل ما ندخل أحسنتم. قبل ما ندخل بهذا الموضوع، يعني دكتوره بما انه احنا متهمات ايضا، هناك اتهام اخر للرجل، خلينا نشوف شنو هذا الاتهام. يقول انه الغيره شعور. نعم. قد لا يمكن حصره بفئه النساء فقط، بل ان هناك دراسات علميه. نعم. تشير الى ان الرجال نعم لديهم ايضا هذا الشعور. خلينا نشوف هذا التقرير دكتورة ونرجع لش اكيد. ترى مو بس البنات يغارن يا جماعة، والدليل انه الدراسات تقول انه الغيرة هي شعور انساني، وسموم هذا الشعور قد يصدر من المرأة او الرجل. وتقول الدراسة اللي اجراها معهد جوتيليو فارغاس البرازيلي المختص بالدراسات الاجتماعية والأسرية أن الغيرة حاضرة وبقوة بنفوس الرجال والشباب بشكل خاص. وعلى سبيل المثال، واحد عنده سيارة حديثة أو تليفون جديد أو راتب قوي وغيرها من الأمور اللي تثير هذا الشعور الإنساني عند الرجال. وتضيف الدراسة أن المظهر الخارجي للرجل والأناقة وحتى ارتباطه بحبيبة جميلة أو زوجة جميلة يثير الغيرة عند الأصدقاء. وهنا لازم نوقف شوية ونعرف أبعاد هذا الشعور اللي أحياناً يتطور وينعكس على السلوك العام ويرتقي إلى العنف، وخاصة بوقت الشقة بين الأصدقاء اللي غالباً ما يتحول إلى عركات ويتحول الشقة من صدق إلى عداوة. إذن ما سلمتوا من هذا الموضوع محمد؟ يعني ما أعرف، مرات غيرة الرجل تحسب إله ولا تحسب عليه. يعني مثلا من دنيا لا دقيقة، ليش تحسب إله ولا تحسب عليه؟ ليش المرأة تحسب عليها ولا تحسب لها؟ ما هو المرأة أيضا عاطفية. احنا بدنا نحكي بطريقة مجتمعية. تمام. يعني هسه من قلنا احنا الغيرة، أي رجل يسمع الموضوع يقول لك العراقي أبو الغيرة، خلص
من لما يغار على على زوجته وحبيبته وخطيبته وكذا هذا يعني ابو غيره. هاي تجي من من دافع الشهامه، تجي من هاي النخوه. الزوجه اذا حبت زوجها اكيد فهو من لا راح تخون قبل هذا، لا لا من من دافع الحب اكيد. دكتوره انت شو تقولين؟ دكتوره حنظل يعني ومحمد شنو رايك دكتوره؟ طبعا يعني مداخله جدا لطيفه، وفعلا يعني كان وجهه نظرك يعني جدا منطقيه. غيره الرجل على المراه، غيره الحب، غيره الحرص، غيره المحافظه على هذه المراه اعتبارها شيء جدا مقدس عند الرجل، فدائما نشاهده انه يغار على هذه المراه لخوفه ولحرصه الشديد على هذه المراه. وطبعا هذا حق مشروع على فكره، حق الرجل في الغيره على ما يملك الرجل. الله يسلمك. ونعم طبعا تناولت موضوع انه الغيره، يعني التقرير اللي ظهر عندي الغيرة عند الرجال يعني كمثل يرتبط بامرأة أو يملك سيارة أو ما شابه ذلك. طبعا إحنا ذكرناها يمكن فعلا تتفرد المرأة بغيرة أكثر من الرجل، يعني خلي أتكلم بواقعية نوعا ما. لكن الرجل لا بأس أنه حتى هذه الغيرة تكون دافع للإنجاز، يعني لا بأس أنه أنا من شاف حياة سعيدة، زوجة مميزة عن صديقة، دائما يدفع أنه يبحث على هكذا مواصفات بامرأة حتى يرتبط، بمعنى أنه قدوة أو شيء مميز يعني جذب هذا الشخص من أجل أن يكون فعلا يقتدي بهؤلاء كزوجين أو علاقة حميمة بيناتهما، علاقة مميزة لا بأس به. مسألة أنه مثل اقتناء الشيء، طبعا كل إنسان دائما يبحث سواء مرأة أو رجل، طبعا هاي يعتبرها غيرة طبيعية. لا بأس أنه أنا أجتهد وأنه أنا أبذل جهد أنه أنا أستطيع أن أحصل على شيء مميز كباقي يعني أصدقائي، سواء أقتني سيارة مميزة يعني ما بها ضرر. لكن نعم. أنا ذكرت أنه الغيرة لا سامح الله المرضية اللي هي نتائجها وخيمة تكون عن الشخص. الله يبعدنا. دكتورة عن موضوع التلميح، الله يبعدنا. لربما لربما المرأة تساهم بالتلميح إلى شيء معين تخلي الرجل هو ينجذب لهذا الشيء. مثلا لو طلعت يعني رجل قاعد يقلب بالتلفزيون، المرأة أيضا تساهم، مثلا نقول إنه حلوة والله هاي المطربة، هذا تباوع عليها، فلربما تولد هي تريد إنه تلمح إنه أنا أغار عليك، وبالتالي أنت أيضا تشعرني بهذا الموضوع. يعني لربما قضية التلميح هي موضوع إثارة حتى تحاول تكسب بها شعور للرجل. أحسنتم أحسنتم فعلا. طبعا المرأة تبقى بأمس الحاجة، حتى احنا مو نحكي على الغيرة، لكن هي شيء مفرح عند المرأة عندما تشعر بغيرة وحرص وحب وحنان الرجل. طبعا هذه الغيرة نابعة من الحب، فدائما تحاول الثيرة، يعني الثيرة بمعنى أنه بالكلام تشوف هل جذب إلى الأخريات أم تبقى هي متفردة على عرش الحب ومميزة بكل ما تحمل من خصائص، يعني خصائص بشخصيتها، خصائص بشكلها. فدائما نشوفها أكو مشاكسات تصير في بعض الأحيان بين الزوجين، خاصة من تخرج يعني كمقدمة يعني بجمال حضرتك طبعا، أو مثلا يعني الله يسلمك، او يعني فدائما تجذب الرجل انه هل هذه حلوه، هل هذه بخصال، عندما تشعر انه هي يعني احنا نقولها بالعاميه ماليه عينه، وكان الرد انه هو مريح للمراه. يعني طبعا هي طبعا جانب الغيره موجود عند المراه اتجاه الاخريات، يعني هل هو الرجل انجذب الى، لكن يبقى ذكاء الرجل في هذه الحاله كيف. طيب. في بعض الاحيان طبعا هذه المشاكسات تخلق لي مشاكل في بعض الأحيان إذا كان الرجل لا يعي إلى ما يقوم به أو المفردات اللي يستخدمها تجاه المرأة. طبعا وهذا يمكن نحتاج عليه حلقة كاملة، كيف أنه المرأة بدأت بالتقليد الأعمى في بعض الأحيان نتيجة الغيرة المفرطة، أنه هذه الشخصية عجبة زوجي لازم أنا أكون مثلها. لكن المرأة اللي تحمل خصائص شخصية جدا قوية يمكن تتجنب هذه الأمور، وأيضا الرجل يلعب دور عندما يقتني مفردات يشعر المرأة بحب هذه، يعني بحب زوجته او قناعته بكل ما تملك من يعني من شكل، من شخصيه، من مكونات اخرى، هذا يشعر المراه بالاطمئنان نوعا ما. خلينا نقول احنا الكيرف الغيره قلعتها نتيجه ما تلقاه من اراد من قبل الزوج. طيب ايش قد موضوع الوعي قد يخفي من هذا الشعور، او قد خلينا نقول لا يظهر هذا الشعور بشكل مفرط مثل ما اشرنا بالتقارير، تكون المرأة راكزة، الرجل ايضا راكز باتخاذ الخطوة او التعبير عن مشاعر الغيرة.
نعم طبعا الوعي والثقافة وأيضا سمة جدا ضرورية في شخصية الإنسان عندما يملكها يسيطر على هذه الغيرة. طبعا هي الغيرة يعني انفعال إنساني الكل موجود عنده، يعني ماكو شخص غيور أو شخص ما غير، كلنا عندنا هذه الخاصية، لكن كيف إحنا نوظفها وكيف إنه هي طبيعية أو غير طبيعية، هي هذه الفرق اللي عندي. لكن كيف إحنا عندنا هنا الشخص اللي هو واعي أكثر حكمة، أكثر دراية، أكثر ثقة بالنفس، يعني خاصية جدا ضرورية. الشخص سواء المرأة أو الرجل إذا كان يملك ثقة جدا عالية بذاته، نشاهده حتى مسألة الغيرة اتجاه الآخر ما يظهرها أمام الملأ، يعني دائما يحاول أنه يكبتها في داخله ويظهرها على شكل إيجابي أو يوظف هذه الغيرة لدافع للإنجاز. يعني أنا غرت من هذا الشكل اللي عجبني، أو غرت من زميل آخر، أو زميل غار من زميلة، طبعا ما يظهرها أمام الآخرين، لأن هي القصد منه يوظفها من أجل يعني تحقيق أهدافه بالشكل اللي يصل إلى هذه النقطة اللي وصلها الشخص الآخر. جميل دكتورة. نرجع إلى غيرة الرجل والمرأة، حقيقة عندي تعقيب صغير. يمكن مفردة الثقة بالنفس هي الفيصل بهذا الموضوع، وأتصور المرأة عندما يعني ترتقي بنفسها عن مثيرات الغيرة، فبالتالي ما توقع رجلها ب يعني زاوية كل ممنوع مرغوب. مرغوب، أحسنتم، نعم أحسنت فعلا. يعني يمكن هي هاي المسألة، أنه إيش قد هي تنبه، مثل ما قالت أيضا هنادي، مرات الرجل ما عنده مشكلة، يعني دي يشوفك شيء مشهد قدامه، وحدة جميلة أو كذا، المرأة هي تنبهها، يعني غضبها يمكن هو اللي يدير، خلينا نقول الموضوع بهذا الاتجاه التركيز. نعم 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 طبعا فعلا، يعني ذكاء المرأة، الذكاء بما تملك من ذكاء اجتماعي جدا ضروري، وأيضا مقابل ثقة بالنفس جدا عالية. كثير من النساء يعني اللي تكون تعطي للرجل، طبعا حب التملك في بعض الأحيان يملك كثير من النساء أنه هذا الشخص زوجي، فإنه كأنه يعني أصبح ملك صرف، وهذا طبعا يعني شيء يعني غير مقبول نفسيا للآخر، يعني وأقصد به الزوج. عندما يشعر الزوج بحرية مطلقة بكثير من سلوكياته بكلامه، ثق لا يقع في الخطأ، ولا يعني ما يحاول انه يبدل هذه المراه. طبعا كل ممنوع مرغوب، في بعض الاحيان احنا نقولها بالعاميه نقل المراه على موضوع معين، انت باوعت على فلانه، حكيت ويا فلانه، هذا راح يدفعه من حيث يعلم او لا يعلم كشعور داخلي نتيجه عدم الاستقرار وعدم التوازن داخليا، انه يعني بالخفاء يبدا بالبحث عن الاخريات، بالتكلم مع الاخريات. لكن اذا كان الامر جدا طبيعي عند المراه، لا بس انه مشافته يتكلم مع زميله او يبادل النقاش مع زم، لا بأس أنه، لأن هذه كما ذكرت تعتمد الثقة العالية بالمرأة. المرأة اللي تحمل ثقة عالية بذاتها، اللي هي خلينا نقول إحنا مليانة متسها هذه الأمور، نشاهد حتى الرجل بالمقابل يعني حياتهم تكون أكثر استقرارا. يعني كل ممنوع مرغوب يمكن هذا ما موجود عنده، ليش؟ لأن كل شيء مباح وأمام زوجته، سواء بالنقاش، بالحوار، بتقبل الرأي والرأي الآخر. في بعض الأحيان كثير من الرجال يعني يحاول قدر المستطاع انه يخفي كثير من الامور من داخله نتيجه لغضب الزوجه، يعني الى وجهه نظر معينه، لكن يحاول يخفيها حتى لا تتحول النقاش او الحوار الى مشكله او ازمه داخل الاسره، فيحاول يخفي ما بداخله. طبعا هذه من أسوأ الامور اللي تحصل داخل العلاقات الزوجيه، بالتالي تصير مساله الثقه تتراكم، يعني لو كل تتراكم وينفجر بالاخير. تراكم، أحسنتم، تراكمات، وهذا من حيث تعلم المرأة أو لا تعلم. قد تدفع الرجل إلى البحث عن أخريات نتيجة الضغط المستمر من قبل الزوجة، يعني لا تباوع، لا تحكي، ما أريد تحكي ويا، وين رحت، وين إجيت. طبعا هذه مردوداتها سلبية. لو كل مرأة فعلا أعطت فسحة من الحرية للرجل، طبعا إحنا خلينا نقول نحكيها بواقعية، كل رجال وذاته وكل إنسان وضميره خلينا نقولها، لكن في بعض الأحيان نتيجة الضغط المستمر من قبل الزوجة، من حيث لا تعلم هذه الغيرة اللي تحملها غيرة أو نتيجة الغضب، في بعض الأحيان تنتابها نوبات من الغضب تعطيني نتائج سلبية مع الآخر، نتائج سلبية مع الزوج، فنحصل على توترات تكون مستمرة داخل الأسرة وبين الزوجين، مشاحنات إحنا خلينا نقولها مستمرة بين هؤلاء الزوجين. نعم. يعني دكتورة أكيد جميل أنه دائما نناقش مواضيع
لربما نتناولها كحالة كشيء موجود في مجتمعنا، نعم. لكن ما نعرفها من الناحية الاجتماعية أو من ناحية الاختصاص. نشكرك شكر جزيل لتبيان كل هذا الموضوع من كل الجوانب، الأخصائية النفسية والباحثة الاجتماعية الدكتورة نيران يوسف، على انضمامك لشمس الفلوجة. شكرا جزيلا.